السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى أخبار الخامسة مساء من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، ونستهلها بأبرز العناوين. جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرفع تقريره السنوي إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى. الحكومة اليمنية تعدل عن قرارها بإبعاد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كوريا الجنوبية تدرس تحليل لقطات نشرتها بيونغ يانغ حول إطلاق صاروخ فلسطيني ومئات المتظاهرين في سول تنديدا بتجربة بيونغ يانغ الأخيرة. إلى التفاصيل، قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بإرسال نسخ من تقريره السنوي المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه عن نتائج أعماله لعام 2014 إلى كل من مجلسي الدولة والشورى ومجلس الوزراء، ويعد ذلك عمالا لما قضت به المادة 58 مكرر والثانية 42 من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011 والمادة 29 من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 111/2011. وتضمن التقرير السنوي لعام 2014 نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من ناحية إيرادات الخزانة العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي والمركز المالي للدولة. كما تضمن التقرير السنوي نتائج فحص بعض الاستثمارات وبعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز، فضلا عن تنفيذ العديد من مهام الرقابة الإدارية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، إضافة إلى فحص الشكاوى والبلاغات التي وردت إلى دائرة التواصل المجتمعي قسم التواصل المجتمعي عبر وسائل الاتصال المختلفة والبرامج التوعوية التي نفذها الجهاز حول دوره في حماية المال العام. تراجعت الحكومة اليمنية عن قرارها بإبعاد ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن. يأتي ذلك بعد استنكار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قرار إبعاد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن ودعوته للحكومة اليمنية بإعادة النظر في القرار. استشهد فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز بالضفة الغربية بعدما زعمت القوات الإسرائيلية أنهما حاولا طعن جنود إسرائيليين. وفي وقت سابق هدم الجيش الإسرائيلي منزلا في الضفة الغربية لشاب فلسطيني نفذ هجوما على جنود إسرائيليين منذ 3 أشهر في البلدة القديمة بالقدس الشرقية. يذكر أن موجة الاشتباكات بين الفلسطينيين وإسرائيل التي اندلعت مطلع شهر أكتوبر الماضي أدت إلى استشهاد أكثر من 150 فلسطينية بإطلاق النار عليهم خلال محاولتهم تنفيذ عمليات طعن استهدفت إسرائيليين بحسب زعمهم. تمكنت القوات العراقية من إجلاء ما يزيد عن 1200 شخص من المدنيين في مدينة الرمادي، أغلبهم من النساء والأطفال كانوا محاصرين من قبل تنظيم داعش. وذكر الهلال الأحمر العراقي أن عملية إجلاء المدنيين جرت في الأيام الماضية التي أعقبت تحرير مدينة الرمادي، وأن مئات من المدنيين ما زالوا محاصرين ومحتجزين من قبل تنظيم داعش في مناطق شرقي الرمادي. في الأثناء أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن القوات الجوية العراقية نفذت أكثر من 60% من الضربات ضد تنظيم داعش، وأن التحالف الدولي نفذ نحو 40% منها. قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها بصدد تحليل لقطات نشرتها بيونغ يانغ تبين اختبار إطلاق صاروخ باليستي من غواصة، مشيرة إلى أن هذا التحليل سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن يكتمل تطوره.
وفي سول احتشد المئات من قدام المحاربين في كوريا الجنوبية للمشاركة في مسيرة للتنديد بكوريا الشمالية بسبب إجراء تجربتها النووية الرابعة. كما طالب المتظاهرون كوريا الجنوبية بتسليح نفسها بسلاح نووي رادع. في موضوع آخر، أيدت محكمة مصرية حكما بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال 3 سنوات في قضية فساد. في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم مصرع عقيد في الشرطة ومجند إثر تعرضهما لهجوم مسلح في محافظة الجيزة. وفي حادث آخر، أصيب 3 سياح أوروبيين جراء هجوم نفذه مسلحان استهدف فندقا في منتجع الغردقة المصري المطل على البحر الأحمر. هذا وتبنى تنظيم داعش المسؤولية عن هذه الهجمات. طالب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي بوقف تدفق اللاجئين بالكامل، داعيا في الوقت ذاته إلى بناء خط دفاع أوروبي على الحدود الشمالية لليونان مع مقدونيا وبلغاريا لوقف تدفق المهاجرين. طالب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي بإقامة سياج جديد عند الحدود الشمالية لليونان، قائلا إن الاتفاق الذي أبرم مع تركيا لن يكون كافيا لوقف مئات الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا. وقال أوربان إن ألمانيا التي استقبلت 1 مليون لاجئ العام الماضي تحولت في الآونة الأخيرة صوب المنطق السليم لإبطاء وصول اللاجئين، لكنه اقترح أن الحل الوحيد للقضية هو منع وصول المزيد من المهاجرين. واكتسب أوربان تأييدا في المجر بسبب موقفه المتشدد من قضية الهجرة، وأقامت حكومته أسيجة عند الحدود الجنوبية للبلاد لصد المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأسيا. وأثارت الحواجز في البداية انتقادات من شركاء المجر في الاتحاد الأوروبي، لكن الكثير من الدول مثل سلوفينيا والنمسا حذت حظو المجر وأقامت أسيجة عند حدودها، بينما فرضت دول أخرى قيودا داخل منطقة شنغن التي تسمح بالسفر دون الحصول على تأشيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق اللاجئين. وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز قد قال الخميس إن الاتحاد لاحظ نتائج أولية مشجعة من الجانب التركي في خطة العمل المشتركة لتخفيف تدفق اللاجئين على أوروبا، لكنه ما زال غير راض بشكل كامل نظرا لاستمرار وصول أعداد كبيرة منهم. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا للمساعدة في تخفيض أعداد اللاجئين الوافدين إليها بعد إبرام اتفاق بين بروكسل وأنقرة أواخر العام الماضي لكي تستوعب تركيا المزيد من الأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في سوريا. قتل 7 مسلحين بينهم جنديان في حوادث عنف متفرقة مع قوات الأمن بولاية بيهار شرق الهند. وذكرت مصادر أمنية أن اشتباكات وقعت بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في أحراش منطقة أورانغاباد ما أدى إلى سقوط 5 مسلحين في الهجوم، كما تم العثور على أسلحة وذخائر بحوزتهم. وفي حادث منفصل شرق الهند، لقي 2 من قوات الأمن حتفهما في انفجار من أرضي بولاية أوريسا. أعلنت الأمم المتحدة عن وفاة 10 صوماليين على الأقل بمرض الكوليرا وإصابة نحو 1000 آخرين في مخيم داداب اللاجئين الذي يعد الأكبر في العالم بشمال كينيا. ويعود تفشي المرض إلى تساقط الأمطار الغزيرة خلال أسابيع عدة، ما أدى إلى تلوث المياه بالمخلفات البشرية. وأكدت المفوضية العليا اللاجئين أن الأمم المتحدة سارعت في نشر الكلور على المياه الملوثة وتوزيع المواد الصحية على اللاجئين لتفادي تفشي المرض. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. تنوع في الأنشطة الثقافية والرياضية في ختام فعاليات برنامج إبداعات شبابية بمحافظة شمال الباطنة. أهلا بكم مجددا.
تحت شعار بيئتنا وطن فحافظوا عليها، احتفلت السلطنة بيوم البيئة العمانية 2016 والذي يصادف الثامنة من شهر يناير من كل عام، ليكون داعما ومشجعا لحماية البيئة العمانية وحماية مواردها الطبيعية. بيئتنا وطن فحافظوا عليها شعار لاحتفال السلطنة بيوم البيئة العماني. الاحتفال الذي نظمته وزارة البيئة والشؤون المناخية دشن فيه هذا المعرض الذي يرسم بلوحاته أهم الملامح البيئية والحفاظ عليها مع شرح حول تأثيراتها على الحياة. يوم البيئة العماني هي مناسبة تحتفل بها السلطنة في 8 يناير من كل عام، وهي مناسبة لتضافر كل الجهود للحفاظ على البيئة وعلى مواردها الطبيعية، وهذا المعرض هو خير مثال على ذلك. ركن الزراعة وركن لإعادة تدوير المخلفات وغيرها كلها تنضوي تحت معرض إبداعات بيئية، وهي تتحدث بلغة واضحة عن مفاهيم البيئة. معرض الإبداعات يضم عدة أركان، الركن الأول هو ركن المشاريع، الركن الثاني هو إعادة تدوير، ركن الزراعة، عندنا ركن الرسم اللي هو يضم أطفال يأسسهم عن البيئة، والركن الأخير هو ركن الوزارة. الفكرة جاتنا من في إعادة تدوير الورق من الجهات اللي نشتغل فيها، لأنه إحنا كثير نستخدم أوراق وبكميات هائلة في الجهات الحكومية، ففريقنا هو متخصص في إعادة تدوير الورق في الجهات الحكومية فقط. الاحتفال يأتي تتويجا للجهود التي يبذلها العاملون من أجل حماية البيئة العمانية وحماية مواردها الطبيعية وصون نظامها البيولوجي، والتوفيق بينها وبين التنمية الحديثة لتشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في كافة جوانب الحياة العمانية المعاصرة. يوم البيئة العمانية دشن في هذا اليوم بهذا المعرض، لكنه سيستمر بفعالياته وأنشطته بمختلف محافظات السلطنة خلال هذا العام. إبراهيم بن سالم الهادي من مجمع أفنيوز مسقط. سعيا لإذكاء التنافس بين الشباب واستغلال طاقاتهم الإبداعية بطريقة إيجابية في جميع المجالات بما يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى مجتمعهم، اختتمت في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة فعاليات برنامج إبداعات شبابية. الابتسامة تعلو محياهم، والجميع هنا يحتفي بمشاركاتهم المميزة في المجالات الثقافية والرياضية في ختام برنامج إبداعات شبابية، وذلك على مسرح نادي صحم تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. تجمعنا وحنا نبغى نبارك ونزيد حضور لجل نادي صحم، هذا التألق يا عسى يكثر. شاركنا في برنامج إبداعات شبابية في المسابقة الثقافية من فئة 12 سنة إلى 30. أشكر الله بأن يعني فزنا بالمركز الأول. لنا مشاركات الحمد لله داخلية، من بينها مشاركة في دار الأذرة السلطانية العمانية، وأيضا خارج السلطنة، والداخل أيضا في مهرجان مسقط، مهرجان صلالة، وخارج السلطنة شاركنا في مملكة البحرين، شاركنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركنا في السعودية، ونطمح للمشاركات الخليجية والوطن العربي بشكل عام. اشتمل حفل الختام على معرض ضم العديد من المشاركات والأعمال التراثية، بالإضافة إلى كلمات وقصائد شعرية معبرة وعروض رياضية وأناشيد وفقرات فنية متنوعة. سمعت عن مسابقة إبداعات شبابية فحبيت أشارك في قسم البحوث اللي يعني أمتاز فيها بطريقة علمية في البحث العلمي طبعا، فحبيت أشارك فيها من ناحية تنمية الموهبة، وكذلك من حيث اهتمام المجتمع بهذه الفئة من المسابقات. شاركتنا في الشعر الفصيح، مشاركة جيدة جدا، وهي يعني تعطي الواحد دافع، هذه المشاركات تعطي الإنسان دافع أنه يتقدم للأمام ويشارك أكثر. يهدف البرنامج إلى تنمية مواهب الشباب من الجنسين في المجالات الثقافية والرياضية، وصقلها بما يساهم في بناء شخصياتهم ثقافيا ورياضيا، ويعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة.
تتطلع الحكومة الأردنية أن تدرج مدينة السلط الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي التي تضعها منظمة يونسكو. وتتميز المدينة التاريخية بأسقفها المقببة ونوافذها المقوسة، كما أنها مبنية على سلسلة تلال وتمتلئ بالمباني المشيدة بالحجارة الصفراء. المزيد من التفاصيل عن مدينة السلط في التقرير التالي. تأمل الأردن في أن تدخل مدينة السلط قائمة التراث العالمي التي تضعها لجنة التراث في منظمة التربية والعلم والثقافة التابعة للأمم المتحدة يونسكو. وتقع السلط وهي مدينة زراعية قديمة على بعد 35 كيلومترا شمال غربي العاصمة عمان، وتأمل في المنافسة على مكان في القائمة باعتبارها موقعا ذي أهمية تاريخية. مدينة السلط هي مدينة الأوائل، تعلمون أنه من أقدم المدن الأردنية هي مدينة السلط. مدينة السلط فيها أول بلدية أنشئت في قبل قيام الدولة الأردنية أو إمارة شرق الأردن، وكانت السلط هي مركز قائم مقامية الحامية العثمانية في الأردن. ومدينة السلط مقامة على سلسلة تلال وتمتلئ بالمباني المشيدة بحجارة صفراء وأسقف مقببة ونوافذ مقواسة. وتم اختيار 23 مبنى ضمن إطار طلب الترشح توضح الفترة الأكثر ازدهاراً في تاريخ المدينة إبان الحكم العثماني للمدينة بين عامي 1865 و1920 ميلادية، بما في ذلك متحف آثار السلط الذي بني بين عامي 1900 و1915 وكنيسة الراعي الصالح التي بنيت عام 1886. دور وحدة إدارة المشاريع بشكل عام، أنا وفي سبيتين كمان معي مهندسات، دورنا توثيق المباني التاريخية اللي داخل ضمن لائحة التراث العالمي اللي هم 23 مبنى حاليا، منوثقهم توثيق معماري، مخططات، واجهات وإلى آخره، لنساعد بالكونزرفيشن بلان اللي راح تنعمل بعديها. وتوجد بالأردن حالياً 5 أماكن مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، بينها مدينة البتراء ومنطقة وادي رم وقصر عمرة أو قصير عمرة، وهو قصر صحراوي أموي يقع في شمال الصحراء الأردنية في منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. وستعلن منظمة يونسكو المواقع الجديدة الفائزة بالانضمام لقائمة التراث العالمي في يوليو عام 2017. في الختام إليكم عادة لأهم الأنباء. جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرفع تقريره السنوي إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى. الحكومة اليمنية تعدل عن قرارها بإبعاد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كوريا الجنوبية تدرس تحليل لقطات نشرتها بيونغ يانغ حول إطلاق صاروخ فلسطيني، ومئات المتظاهرين في سول تنديدا بتجربة بيونغ يانغ الأخيرة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه تحيات فريق العمل من مركز الأخبار. مشاهدينا الكرام، بكل خير وأهلا بكم مجددا إلى النشرة الجوية، وكالعادة إلى آخر الصور الجوية. تدفق جيد لمنخفض جوي عموما على بلاد الشام، ويستمر بالتدفق جهة الشرق إلى الأراضي الإيرانية. تفرق وتدفق أيضا لبعض السحب عموما على أجزاء متفرقة من شبه الجزيرة العربية وإلى أجواء السلطنة، حيث تبدو صحوة ومستقرة بوجه عام ولا جديد يذكر. مباشرة إلى توقعات الأجواء لهذه الليلة، وبداية من محافظة مسقط، حيث تبدو الأجواء مستقرة وضمن أجواء صافية عموما، درجات الحرارة ما دون 20. إلى محافظة جنوب الباطنة، حيث تبدو الأجواء مستقرة على المناطق الجبلية، أما المناطق الساحلية هناك فرص لتدفق بعض السحب. 15 درجة مئوية في محافظة شمال الباطنة مع فرص تدفق بعض السحب المنخفضة، وإلى محافظة مسندم وفرص تدفق بعض السحب تكون حاضرة عموما، درجات الحرارة ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية. إلى محافظة البريمي وتنعم بأجواء مستقرة صحوة بوجه عام، درجات الحرارة متوقعة 12 درجة مئوية. ومباشرة إلى محافظة الظاهرة وتبدو الأجواء أيضا مستقرة وخالية من السحب، درجات الحرارة عموما عند أو ما دون 20. إلى محافظة
الداخلية، وتبدو الأجواء مستقرة وضمن أجواء صافية بوجه عام. كذلك درجات الحرارة ما دون 10 على المناطق الجبلية، أما المناطق المجاورة للجبال فتصل درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية. فرصة تدفق بعض السحب على شمال الشرقية تكون حاضرة، ذاك والحال على جنوب الشرقية عموما على السواحل المطلة على بحر العرب، أما سواحل بحر عمان فتنعم بأجواء مستقرة بحول الله، درجات الحرارة هناك 18 درجة مئوية. وأخيرا إلى محافظة الوسطى ومحافظة ظفار حيث الفرص تكون وافرة بتدفق بعض السحب، درجات الحرارة عموما ما دون 20. حركة الرياح على بحر العرب جنوبية شرقية معتدلة السرعة تصل إلى 10 عقد، بالتالي حالة البحر هذه الموج وقصة ارتفاع له متر وربع المتر، وإلى سواحل محافظة مسندم وتنعم برياح جنوبية شرقية كذلك خفيفة السرعة تصل إلى 5 عقد، وبالتالي حالة البحر هذه الموج قصة ارتفاع له متر وربع المتر، وإلى سواحل بحر عمان وحركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تصل إلى 10 عقد، حالة البحر بالتالي هذه الموج قصة ارتفاع له متر وربع المتر. هذا كان كل ما لدينا مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة.